هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. نروح لثالث موضوعاتنا اللي اتكلمنا فيها النهارده، وهي بعض التصريحات لوزير الماليه عن الاقتصاد المصري وبعض القرارات كمان الاستثنائيه. الاقتصاد المصري طبعا قابله بعض الصدمات المتشابكه كده الفتره اللي فاتت، مش عايز اقول الاقتصاد المصري، الاقتصاد العالمي عامه في بعض الصدمات، ولكن وزير الماليه دكتور محمد معيط اتكلم على بعض الارقام وبعض المؤشرات اللي بتطمن شويه. اولا تطمن المستثمرين، تطمن المصنعين عن حجم الاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت. تكلمنا عن نسب البطالة، وتكلمنا كمان على اجراءات استثنائية اعتقد هتخفف من الاعباء الفترة اللي جاية عن المستوردين وعن البضائع اللي موجودة وعن نسب الارضيات والغرامات اللي موجودة. خلينا نفهم تفاصيل اكتر من صديقنا العزيز دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي. يا دكتور مساء الفل. قريت التصريحات او القرارات الاستثنائية من وزارة المالية ازاي؟ طيب، هو اولا اول ارقام يعني الوزاره قالتها ان احنا الاقتصاد المصري نما بمعدل 6.6% خلال السنه اللي فاتت دي، وده طبعا رقم اكبر من المتوقع بكثير جدا. كل المنظمات الدوليه كانت متوقعه رقم اقل من 6، يعني مثلا صندوق النقد الدولي كان متوقع 5.9%، صندوق النقد الدولي كان متوقع 5.4%، الوزاره نفسها كانت متوقعه 5.5%، وزاره التخطيط كانت متوقعه 5.9%. وده اقول لحضرتك ان النسبه اللي حصلت او المعدل اللي حصل هو معدل فوق التوقعات، وده رغم زي ما حضرتك قلت قبل ما اتكلم يعني انه احنا عندنا الاقتصاد العالمي بتشوبه يعني عوائق كثيره جدا، وبيتعرض لصدمات متتاليه سواء بقى من الازمه الروسيه الاوكرانيه او بعد كده قبل كده كانت كورونا، قبلها كان قبل كده كان كمان في اللي هو الدوره الفائقه، وقبلها كمان كان في حرب التجاره الامريكيه الصينيه. فعندنا اربع صدمات في اربع سنين مؤثرين بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. ده مصر من واحده من 14 دوله بس. الصندوق يعني الصندوق في تقرير في شهر 7 اللي فات قال ان هي تنمو بالافضل كمان. الاقتصاد المصري حقق معدل نمو اعلى من المتوقع زي ما قلت لحضرتك، كان 6.6%. كمان بقى دوت معاه بيخدم عليه النسبه بتاعت معدلات البطاله 7.2 اعتقد وصلنا لها. 7.2 الربع الثاني على التوالي، الربع الثاني على التوالي ورا بعض الثاني ربع يعني، وكنا نازلين من 7.9%، والمعدل لا وجايين من 14.6 من 2014 بقى. ايوه بس كده، فده معناه ان احنا وصلنا حاليا 150,000 فرصه عمل في ظل نفس الازمات اللي انا حضرتك عليها والازمات اللي يعني مسيطره على الاقتصاد العالمي كله. ده بفضل بقى النهج الاقتصادي اللي دراسه اثرت عليه واستخدمته طول الفترات اللي فاتت كلها، بتاع انه ان احنا هنحافظ على الاقتصاد قائما، وفي نفس الوقت هنحاول نحقق نتافه تظهر الصدمات علينا، وبالتالي نقلل معدل التعرض للصدمه، وفي نفس الوقت نحافظ على معدل النمو حاصل يعني نكمل زي ما هو. تمام. زي ما هو، وبالتالي الاقتصاد المصري بيحقق معدلات النمو اللي عاوزها بطريقه كويسه، محافظ عليها وزي ما بقول لحضرتك كده احنا مكملين في الطريق بتاعنا. معاهم كمان بقى بيخدم على النسبتين الاثنين دول، سواء بقى ان الاقتصاد المصري نما ثلاث اضعاف حجمه خلال الفتره من 2014 لحد دلوقتي، وده جاي بسبب الحفاظ على معدلات النمو ومعدلات التشغيل قائمه بسبب المشروعات القوميه الكتير اللي بتحصل اللي بتخلي الاقتصاد المصري يقدر يحافظ على يعني نفسه من الصدمات اللي بتحصل. تمام. الاجراءات بقى دكتور اسماعيل اللي حصلت دي اعتقد شكل من اشكال الفتح تاني للمستوردين او التخفيف عن الغرامات او العباء اللي كانت موجوده على المستوردين، شفتها ازاي؟ هو ده جاي في اطار العوده. احنا دلوقتي الدوله بتحاول ترجع تاني للاجراءات العاديه، لان حضرتك عارف قدام اجراءات استثنائيه دلوقتي بترجعنا للاجراءات العاديه. انا فاهم صح؟ الاجراءات العاديه ايوه صح كده. بترجعنا للاجراءات العاديه، وزي ما بقول لحضرتك كده جاي يعني مع الاجراءات الحكوميه المرنه اللي بتحاول الحكومه تتبعها علشان ترجع بيها. اللي حاصل ان كان البنك المركزي قدام الضغوط اللي على الدولار، يعني الضغوط الكبيره اللي على الدولار، كان اخذ مقاربه كده ان هو يحاول يعني يحدد انواع السلع اللي هتدخل مصر. صحيح. ويخليها الاكثر اساسيه بحيث ان هو يقلل الضغط على الدولار. دلوقتي مع الانفراج اللي حصل ومع تحركات المصريين الخارج ومع الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق للداخل دلوقتي، الوزاره بقت شايفه هي والبنك المركزي انه في مجال دلوقتي ان احنا نعيد النظر في السياسه كلها على بعضها، بحيث ان احنا نرجع تاني الوضع للوضع العادي، لانه كمان
دلوقتي مع التجديد بتاع البنك المركزي حصل انه في يعني تراكم للغرامات والارضيات بتاعت الشقات اللي الحكومه يعني او البنك المركزي ما سمحش بدخولك وقتها. بالتالي المستثمرين والمنتجين والمستوردين تحملوا غرامات وارضيات كبيره. طبعا وزاره الماليه بالتعاون مع البنك المركزي قالت بقى ان احنا يا جماعه عندنا يعني براح اكتر. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنوقف الغرامات والارضيات تراكمت الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت هناخد اجراءات جديده بان احنا نسهل بقى اللي جاي كله، وفي نفس الوقت نعيد الاوضاع لطبيعتها اللي كانت قبل الاجراءات اللي حصلت كده. تمام. طيب دلوقتي انا افهم كده كمواطن بيسمعني في العربيه دلوقتي ان في شحنات كتير هتخرج، سواء بقى ايا كان السلعه، المواد الغذائيه اللي كانت ممكن تحول لمهملات، كل ده هيخش، فما هيخش السوق ممكن يقلل من الاسعار شويه او يحصل على نظريه العرض والطلب فيبقى موجوده. صحيح. من ليه بقى ده يقللوا من الناحيه الاولى؟ انه اولا انه هيبقى في عرض اكبر من السلع المعروضه بشكل اكبر. دي هتدي لحضرتك يعني عرض اعلى في مقابل نفس المفروض الموجوده، فده هيقلل. من الناحيه الثانيه كمان انه الغرامات اللي اتقللت على المستهلك او على المستورد والمصنع ونسبه الديون نسبه كمان الارضيات اللي اتفرضت عليها لما تتشال، المفروض ان دي كانت تتحمل على المستهلك النهائي مش تتحمل، وبكده يبقى الاجراء ده هيقلل السعر من ناحيه الاولى ان هو يوفر سعر اكثر بنفس الثمن اللي كان هيبقى متوفر فيه قبل كده، وبالتالي الثمن هيتراخى، لان حضرتك طبعا عارف ان كل ما السلع زادت في مقابل نفس المعروض النقدي كمان هيقل. طبعا. ومن الناحيه الثانيه انه كان الغرامات المفروضه والارضيات المفروضه اللي كانت هتبقى على المنتج هيحملها على المستهلكين هتقف تماما، وبالتالي كمان ده هيقلل سعر السلع النهائي على المستهلك. دكتور محمد قلت لي كتير في كلامك البنك المركزي، البنك المركزي طلع اي من القرارات التسهيليه تاني النهارده، سمعت كلام مش عارف مدى صحته ولا عن الاعتماد المستندي، في اي حاجه جت ناحيته؟ لا لسه البنك المركزي ما اعلنش قرار زي كده، بس احنا في الفتره اللي جايه متوقع مع القرارات اللي اخذها البنك المركزي خلال الفتره اللي فاتت نتوقع ان ده يكون قرار، بس هل ده يبقى الاسبوع اللي جاي؟ بس هو ده متوقع في ظل الاجراءات اللي اخذها رئيس البنك المركزي الجديد، ممكن نشوفه في ظل مجموعه القرارات اللي اخذها. يعني خلاص نتفق اتفاق، لو خدوا ان شاء الله من هنا لبكره يبقى انت هتبقى ضيفي بكره ان شاء الله، نتكلم بقى باستفاضه فيه، ما جاش يبقى ضيف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. دكتور محمد كل شكر ليك دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي، هنتابع مع حضراتكم ويشرفني طبعا نكون موجود معانا بكره نتكلم باستفاضه، لان في كتير بيسمعنا دلوقتي يا ابو حميد الارقام بتقول كده بس احنا مش حاسين قوي باللي انت بتقوله على الارض. دكتور محمد هيبقى موجود معانا ممكن يشرح لنا الارقام دي بتترجم ازاي، وحاسها انا كمواطن ازاي، القرارات اللي هتحصل دي هتقلل ايه وهتدخل كتير من المنتجات، بتكلم على كل المنتجات عشان تسمع حد بيكلمنا على العربيات وشايف حد جاي في العربيه يقول لي برده المواد الغذائيه. لو دكتور محمد موجود معانا بكره ممكن نشرح ده ان شاء الله كله باستفاضه. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن دقايق وهيكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.